أخبار اليوم. اسمحوا لي في بداية اللقاء أن أرحب بكم جميعاً فرداً فرداً، فأنتم قد حرصتم على المشاركة في قضية ندوتنا التي نرى أنها هامة جداً. رب ما يعتريها من عناصر شائكة، إلا أن قضية البيئة تحمل ملامح مصر الغد، مصر المستقبل. أنا سعيد جداً أن يقام على أرض نادي جزيرة الورد اليوم البيئة العالمي في نادي جزيرة الورد. يشرفنا طبعاً وجود معالي الوزير المحافظ والقامات الكبيرة العظيمة الموجودة النهاردة في وسط حضراتكم، الأخ العزيز والجار المحترم الدكتور زكي زيدان نائب رئيس جامعة المنصورة، كل التحية لحضرته. وعايز أقول برضو إن من أسباب إن إحنا النهاردة عاملين هذا اليوم الجميل دكتور هشام ربيع الأخ العزيز، إن هو من أكثر من أسبوعين اتفق معانا على أساس إن إحنا نعمل هذا اليوم، ويشرفنا معالي الوزير المحافظ. فكل التحية للدكتور هشام على مجهوده داخل مدينة المنصورة وحفظ التفاعلية، كل التوفيق له.